هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ بشكر الله. شو محضرنا اليوم بالحلقات الصحية؟ اليوم حنعمل البري ورك اوت ميل، المأكولات يعني ممكن ناكلها قبل ما نعمل رياضة. عملنا مرة حلقة عن البوست ورك اوت، واحد بعد ما يخلص الرياضة شو لازم ياكل ليغذي عضله. هلا عم نعمل وصفات، واحد شو المفروض ياكل ليروح على الجيم، يعني جهز عضله ليروح على الجيم، نادي، ركض، أي نوع من الرياضة بيعملها. على طول في نظرة خاطئة للأكل إنه ما لازم ناكل هذا ما لازم ناكل هذا. بالبري ورك اوت لازم على طول الوصفات يكونوا مقسمين بين كاربس، بروتين وفات. الجسم بده يقلع، لأنه مثل ما نحن على طول بنقول الكاربس هن الفيول تبع الجسم، البروتين هن القوة، يعني البروتين هو شو بيقولوا العمود الأساس، بس اللي بيمشي الجسم هو الكاربس. السكريات الموجودة بالكاربس. نشويات أما سكريات حسب من شو جاية مصدرها. فلذلك لازم واحد يغذي جسمه بسكريات وبروتينات وشوية دهون قبل ما يروح يعمل جيم. هلا حنبلش بصحن الدجاج. حيكون بقلبه دجاج، اسباراجوس، سويت بوتيتو، قطع حلوة، والدجاج والهليون. حنعملهم مشويين، نعملهم دراسين بعدين. حناخد أول شيء السويت بوتيتو، نقطعها شرحات متساوية الحجم عشان يستووا مع بعض 100%. عطول في وقت معين لازم ناخد وجبتنا قبل الجيم. أي. وهذا الشيء يمكن بيعتمد على قدين نحن عم نقضي وقت بأنه نحن عم نمارس الرياضة. 100%. مثلا بيقولوا إذا بدك مثلا للناس اللي عندها بطولات أو بتلعب عندها مثلا مباراة، تاخد الوجبة قبل بساعتين، أو قبل بساعتين إذا تعمل الرياضة أكثر من 55 دقيقة. والناس اللي مثلا بدها تعمل الرياضة مثلا من 45 دقيقة، 55 دقيقة ماكسيموم ساعة، قبل بساعتين تاخذ الوجبه. هو حسب كمان نوع الرياضه، الرياضه اللي فيها كثير ركض بحطوا لهم وقت معين، الرياضه اللي فيها مثلا بيعملوا بادي بيلدينج كمال اجسام ما فيها كثير ركض، فيها اكثر ضغط عضل، اوزان كمان مختلفه الوجبه. بس هي الاهم شيء ليش بيحطوا هالوقت؟ ليكون الجسم لحق يهضم واخذ الاشياء اللي لازم ياخذها للجسمه، يعني فيها تعدم. بتعرف انت في عندك عمليه هضم، الهضم بده ينهضم الاكل، ويرجع ياخذوا الفيتامينات يفوتوا على الدم، ويرجع الدم يوزعهم بقلب الجسم. ففي مش انه دغري بتصير، في ساعه ساعه ونص مينيمم. هلا حناخذ البطاطا الحلوه حنحمرها شوي. يعني فعلا مفهوم خاطئ لكل الناس اللي بتعمل رياضه انه بيبتعدوا عن النشويات، بيبتعدوا عن السكريات، بياخذوا بس لحوم، واخر النهار بتحسهم انه فعلا صار عندهم هبوط بجسمهم تعب. كل مش بس تعب جسدي، حتى بالفيتامينز ممكن فقر دم، عضلاتهم بتتعب ما بتكبر بشكل سليم. بس عندي سؤال شيف، انه انت كشيف، نحن ما عم نحكي يعني مثل ما بيقولوا انه كخبرتك بتحضير الطعام مثلا الصحي، الناس اللي عندها خمول او لما ما لها جلد تتحرك، ما لها خلق روح على الجيم، او بروح على الجيم بعمل 10 دقائق وبتعب، شو بدنا نعمل لهم هيدا؟ هلا هي الفكره بنرجع من عيد انه قصه وانا كيف اللايف ستايل تبعي بحياتي. هلا في ناس خلص هي قلت مغوبه مثل انا بحب نام، شو ما تعملي بحب نام بعد الظهر، ما حروح بعد الظهر على الجيم. سو بصير هي قصة الجيم هي لايف ستايل. مزبوط. يعني ما يعني على طول الترينر بيسألك كيف نظام غذائك، شو عم تتروق، شو عم تتغدى، واكيد على طول بيسألك عدد المرات اللي بتاكل فيها، بقول لك خذ مثلا وجبات أساسية صغار مش كبار، من 3 مرات لـ5 مرات، وسناكس صغار اكيد من الخضار او الفاكهة، ما عم نحكي نحن شوكولا. 100%. هلا حناخذ شوية دجاج نحمرهم شوي.